ولا البركة في راسك. طلبنا من الحالة ديال الله كيفاش كانت الحالة الصحية ديالها؟ حالتها بحال الناس كانوا كيعرفوا هي دخلت بحالة تصدم السرطان تقريبا دوزت فيها شهرين في الأخر تحسنات حالتها كنا كنتسناو تخرج لدارها ولكن نتمنى خبر الوفاة ديالها داكشي مكناش منتظرين خصوصا المرحلة الأخرى اللي حالتها تحسنات على الوفاة خرجت من الإنعاش خرجت من المرحلة الخطر لكن تنقول لك الحمد لله على أي حال ربي بغاها مشات لأحسن بلاصة الله يرحمها والله يوسع على طريقها الطوبور الفترة اللي تم نقلها وتدخل الملك جلالة الملك نقلها للمستشفى واش كان ديك المرحلة أنها كانت شوية ولا كانت زاد عليها في هذيك الفترة؟ لا كانت مزيان كانت حالتها مستقرة وجايين من عند جلالة الملك نصر الله ومشات رعاية ملكية للأطباء هنا في كازا اللي دايرين اللي في شهدهم كان عمرها ساعة جابها الله مشات كانت كتقدر تتكلم كتهضر معاها كانت كدوي كتحرك عادي حالتها كانت عادي كان عليها والو باش تخرج من الدار حتى جا الخبر شنو هي آخر حاجة قالتها ولا الوصايا اللي وصلتها؟ وصات لأداة كتبارك الله يحط فيها الحق الشيء اللي كان تفاه كان وقت كانت حبسات قالت لك تتحبس الميدان الفني هادشي من تمشي دير عمرة في هاد المناسك العمرة هادشي اللي كان دايره مخططات ديالها فين كانت تخرج من غادي نمشيو عليها شفنا في آخر خروجاتها الإعلامية كانت هضرات في هذا الموضوع وقالت باللي إلا جات لبنها السماحة أنها مسامحة في الدنيا والآخرة ولكن إحنا عارفين أنها ماشي أول مرة غيطرى ليها هكذا. هي ماشي أول مرة وهي إنسانة مسالمة بزاف وكتسامح الناس بزاف وكفا شوفنا هاد المسألة ديال درجة سعادتها حيت دوزت على المرحلة الأولى اللي داروا لها التوكل دونك قلت لكم في وصلوا تسامحنا حتى حسيت اذا مسامحه تسامحنا تسامحنا مشكل قلبها فيها المرة الثانية توجهت هذا المسار القانوني شنو كيقولوا فيها؟ المسار القانوني شرعت كبيرة هي اللي معنيه بالامر راه مشات الحق عند الله احسن افضل يقول لها حق احسن من لها وسمى لاي واحد هاد الحق تما كلنا غادي نموت وباقي الحساب وباقي الله يجعلها من خيرة الدنيا ومشات موتة مغبورة الحمد لله على اي حال. شي واحد يعني غيكون قريب من الوسط العائلي او الفني؟ لا ما شافش حتى واحد هي اللي معنيه بالامر وما شكات في حتى واحد كنقول مرفوع حتى واحد دونك هادي غدني يا بنادم غادي الدنيا باقي باقي الحساب اللي ادى الله يغفر لها. حنا حاليا نتواجدو في البيت ديالها وكنشوفو الأسرة ديالها والحزن وسارة بنتها مقطوعة الصدى قربنا من الحالة النفسية ديالهم كيفاش تقبلو الخبر؟ أي ناس هادين البنات الصغار مات ليهم مسالات هاد الخصوص هي اللي كانت هازة لهم الحفل هي اللي هازة لهم كل شيء كنشوف البنات عمرهم ما بانوا في عمرهم ما بانوا دونك هي اللي كتبان هي اللي تدمع عليهم دونك هي كنظهرهم الأم ديالها تهي حالتهم بحالة دابا راه ماتت صعيبة كتكون معول على واحد شخص ولي محامي اللي كتجم كتبقى تعرف معاه في ميديا الحمد لله على اي حال. الوسط الفني للناس اللي يمكن شفنا لكم عطيتوا كل شيء كده على الرحمه والمغفره. نشكر اي الناس مرافقين كاملين خارج الوطن اللي دعوا معاها كنشوفوا من نهار الحمد لله من نهار مشات السيطار والناس كيدعوا معاها الناس اللي وقفوا معانا الفنانة كاملين نقابة ونشكر جلالة الملك الفنانة أي واحد وقف معنا الله يجازيه بخير وهذا هو المضمون فيه. ما تنساش دير أبوني الفيس بريس وضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.